مساء الخير الاثنين، حلقه البوصله. امبارح ابتدينا بقى الحلول الحديثه التي يمكن ان نقدمها اليوم، كيف نتلافى هذا العيب الخطير الذي يمنعنا من التواصل مع القران العظيم ومع السنه الصحيحه، ويمنعنا من تقديم افكارنا واذهاننا وتصوراتنا في هذا النص المقدس، ويمنعنا من حق اصيل لنا كمجتمع ان نفكر في الدين بحرية. هذا هو القيد القديم اللي اسمه الإجماع، اللي أنا بعد ما فككته يعني في 7 أسابيع ما أعتقدش اللي اقتنع أنه ممكن يستمر حد يقول له على خلاف طبعا القرآن والسنة، يعني رأي غريب. يقولوا أجمل العلماء يقولوا لا طبعا رحمهم الله جميعا وربنا يا رب يقدس أرواحهم، لكن يخصهم إجماعهم من نجعل. وقلت امبارح أن احنا لا نضيع الحقائق بهذه الطريقة، ولا الثوابت ولا أي كلام اللي بقوله لكم ده، الثوابت باقية، لأن أنا أريد الإجماع لكن ألا يكون حقا لهم وحدهم، ثانيا أن يكون ظنا يمضي مع الأجيال، كل جماعة تجتمع على ظن يقترب من الحقيقة، ولا نسلم لهم أنه لهم ولا احنا الحقيقة الكاملة ولا المطلقة ولا الدين نفسه. استتباعا بده واستلحاقا بقى عايز أقول حاجة مهمة. طيب التيار الإصلاحي ده اللي هو احنا دلوقتي كده، او من ايام الاستاذ الامام محمد عبده، لما بيجي يقول لك هذا الاجماع خاطئ، نعم يخطئ كما اقر الرسول امبارح، احنا قلنا هو افترض ان المجتهد يخطئ، فدي حقيقه منطقيه، فالاجماع خاطئ، او هذا الحديث الذي صح في عقل وذهن وتصور وطرق بحث الامام الفاضل البخاري او الفاضل مسلم مش صحيح، فاحنا بنقول لك مش كده. هو ده بقى النقطة المهمة اللي عايزكم تسمعوها. والله العظيم اللي منصف هذا التيار الإصلاحي من الأستاذ الإمام لحد النهاردة بيقدم علما، وكل واحد فينا بيقدم في مشروعه ممكن أدلة مختلفة عن الآخر، لكن علم في هذا الاتجاه، علم حقيقي. في آراء جنونية وشاذة وبتيجي تشخبط على الصورة، طب وإحنا من؟ اسعى الطرف التاني، يعني الفقهاء الأجلاء، لو جه واحد انتسب لهم وحصلت ومش هقول أسماء، فراح قايل بقى الكلام انتوا تسمعوه، واحد مع ان في كتير، المهم قال بقى ونكاح البهيمة وان مراتك ممكن بعد الموت مش عارف ايه وما لما هل ده يخلي كل سلة الفقهاء مرفوضة؟ هتقول يا جماعة والله الناس دي عاقلة ومتينة في علومها ومتأصلة، والراجل ده يعني ربنا معاه يعني شوية عنده حاجات كده غريبة بتجيله. طيب هل الفقهاء الكبار أصلا ما يسمى كان لهم آراء، ده في كلامهم هم لحسن تفتكروا الاسم ده من عندي، يعني بيسموه آراء شاذة، سقطات العلماء بيسموها، في كتير. أبو حنيفة كان يرى الصلاة بالفارسية، أن تقول الفاتحة بالفارسية، تترجمها للفارسية وتقولها، ده اسمه رأي شاذ خلاص. أبو حنيفة كان يرى أن ينكح الولد أمه وهو يعلم أنها أمه ويصبح العقد صحيحا، لكن النكاح باطل، لكن العقد صحيح لم يكن زنا، ده اسمه إيه؟ في كتير بقى مش عايزين نقعد يعني إيه نعمل تراب في الجو، في كتير. هل الآراء دي قدحت في أنهم علماء؟ علماء. هل الآراء دي قالت خلت الناس تقول كل الفقه مش هيسمعه؟ لا ما حصل. طب اسعى على التيار بتاعنا يا عم احنا غلابة. هل ما ظهرش في 100 سنة بل حاليا مجموعة من الأفاقين الأفاكين الكذابين اللي بيشخبطوا على الصورة ويقعد يدعي انه تنويري؟ فيه وكتير. خلاص؟ احنا الحمد لله في 2012 اللي عملنا الموجة دي أصلا. فانتوا عارفين عندنا في مصر حاجه كويسه معروفه دي من زمان، يعني تفتح محل كويس تلاقي الشارع كله فتح وهو نفس الحكايه نفس المحل، فده عادي. فطلع ناس ولا ليها في الطور ولا في الطحيه وتقول اي كلام، ماشي خلاص انا مالي بقى، والناس التانية اللي ليهم اسماء محترمه مالهم؟ اعملوا زي الفقهاء، مش كل بقى الطار التنوير بيقول حاجات غريبه وبيلخبط الناس. لا يا فندم، انا بقدم لك هنا علم وفي غيري بيقدم علم، وبقول لك كيف نعيد قراءة القرآن 4 آليات، كيف ننقد أساسات الفقه، كيف خالفت ملامح الإسلام 4 أساسات اتخلفت وقلتها بالآيات، كيف نفسر القرآن بعضه ببعضا، كيف ننقح السنة، لماذا الحديث خاطئ،
من السند بجيبه لك وبقول لك، او مش بعلمك يعني عيب يعني، بشرح لك ايه ازاي السند تركبه وازاي نفصصه وازاي نفككه وازاي نقول انه غلط، وبقول لك الحديث ليه نصه او متنه بلغتهم يعني مخالف نص القرآن وواحد اتنين تلاتة اربعة والآيات، ليه الإجماع غلط لأنه مبني على واحد اتنين تلاتة اربعة ونفكك الأصول. طب ليه الإجماع أصلا حجيته خاطئة وجانبهم الصواب، لأن الآيات ملهاش علاقة بما استدلوا به، ولأن الحديث خاطئ ها؟ وزمان بقول مرتد وأهل الكتاب، كل اللي عملته في حياتي يعني وغيري كتير، يجي بقى ناس يلخبطوكوا بكلمتين ويضربوا بقى الكل بقى يلا اي الوان على الحيطه. طب احنا مالنا او التيار كله ماله لو ما عملناش اللي على فكره يعني نصيحه مخلصه لمن يعني يريد ان يستمع له. التيار الاصلاحي واللي بيعمله تفكيك الامور كده وتقديم الجديد وفتح بيبان الحريه، ده اخر امل للدين الاسلامي نفسه. خدوها مني بس، يعني أنا لا أقول الملحدين أعداء، ولا أنا بتكلم عن أعداد، يعني حتى لو قلنا أعداد اللي بيشربوا سجاير ده مش قطح فيهم ولا ذم ولا رضا، أنا بقول لك حقيقة فاكت إن اللي بيشربوا سجاير قد كده وإن اللي مش عارف إيه وإن دي احتمال تجيب سرطان، حقيقة. مفترض إن الملحد بيطلع بره الجيم، أنتوا بقى أديان بتضرب بعضها وبتعاند بعضها، أنا بره، فهو بيطلع يعمل هو كمان حرب، فمش فاهمها دي، إنما ماشي. فالمذر فاكت بقى، الحقيقة الأم إيه هي يا فندم؟ أن العالم العربي يشهد موجات خيالية وأعداد لا يمكن تصورها من الإلحاد، لذلك هما الاثنين بيتفقوا ضد اللي احنا بنعمله. إن ما تقولش الحديث ده مش ضعيف، الحديث ده قوي جدا. مين اللي بيقولك كده يا فندم؟ الملحد والسلفي، الاثنين مجتمعين على حديث واحد، سبحان الله. لأن الحديث ده زي ما قلت زمان هو سبب خروجه من الدين، فأنت بتبتدي تضرب له أساساته، ده هو خرج على الحديثين دول. طبعا هم حديثين اكيد ضعاف، لكن هو ما عرفش هذا، وفاكرنا بنجمل كل حديث مش عاجبني اشيله من الصفحه، مش صحيح، او التيار كله يعني. والسلفي بيقول لك هو حديث صحيح وهقوم اقتل الناس كلها بس، او التفسير ده او الاجماع ده. يعني عالمنا العربي يعني الدين مش بالشكل اللي هم عايزينه، لكن هو ضابط من ضوابط التوازن المجتمع، خلينا نقولها توازن بالمعنى الحرفي. ومش وحش اصلا انه يتقال انه في التركيبة الانسانية انه الدين يبقى بشكله اللائق واللطيف والظريف والمتسامح، يعني موجود في التركيبة المجتمعية والشخصية، فالاتنين دلوقتي بيضروا المجتمع طبعا، واحد ضرر قاتل لحد الدم، والاعداد التانية طيب الاسلام نفسه كده رايح في حتة. نرجع بقى للموضوع، فالتيار الاصلاحي يقدم هذا الاصلاح على ثوابت وعلى علوم حقيقية، وحاسبوني على الاقل طبعا في ناس محترمه كتير، لكن اقصد انا عمري ما قلت حاجه غير بقول لك ادي القران، وادي ايات كتيره في نفس النص، وادي اللي يثبت لك ان كلامي صح، وادي تفسير القران ببعضه، وادي الاجماع الخاطئ. ديكم مثل مهم، لان دي الحلول، انا بدي هنا حلول عملي. لما انا من شهرين ثلاثه عملت حلقات عن مساله زواج الصغيرات بالايات بقى، مش بس موضوع السيده عائشه، كده كده دلوقتي هم بيقولوه بعد ما انا قلته من 13 سنه من 2006 تمام. لا الايات بقى، انت عندك ايه بقى؟ واللائي لم يحضن، فخلاص تفسير الامه كلها ان هم البنات قبل الحيض، ده اجماع بالمناسبه، بني عليه اجماع فقهي ان البنات قبل الحيض تزوج وتطلق. هديلكم مثل مهم بيننا وبين التانيين، انا كواحد بمثل هذا التيار يعني قلت والله ادي 1 2 3 4 وتعبنا 4 اسابيع عشان نفكك الموضوع واقول لكم قد ايه التفسير خاطئ، الاولاني خاطئ وجانبهم الصواب رحمهم الله، وحكايه خاطئ دي مقبوله على البشر لان الرسول هو اللي قالها، من اجتهد واخطا. وانا قدمت بعديها التفسير اللي في نظري ظني ليس حقيقه مطلقه انه صحيح للايات، ونفهم ازاي والموضوع واللائي لم يحضن، ونقرا القران كله فنلاقي بقى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا، موضوع تاني خالص، ان في سن للجواز وفي سن للرشد، مش يلا يلا قبل الحيض. فقلت لكم القران واحده واحده ولازم نفهم بقى الموضوع. المهم تيجي بقى زي ما قلت لكم من اسبوعين كده، شكرت دار الافتاء، دار الافتاء زواج الصغيرات حرام شرعا. الله اكبر، يعني وصلنا بقى مش اصله مكروه، اصله لا محمود ولا مذموم، اصله ما تساب للعاده متساب للمش اي كلام، فقالوا حرام. جميل، بس في نقطة تفصيلية اوعوا تغيب عنكم، عشان كده برضو
برضو لازم نخرج من القيود القديم. دار الافتاء لما قالت حرام شرعا وهي محمود لها ما قالت الحمد لله، قالته لو قريت انت بقى الفتوى هتلاقيها برضو جايه من ناحيه ايه، مش من ناحيه ان الاوائل معاذ الله بالنسبه لهم يعني قد فهموا كبشر خطا، ابتنوا ادلتهم على استنتاجات وعلى وسائل خاطئه 100%. لا، هم قالوا اصل كان في زمان للمصلحه وان جلب المنفعه مقدم على درء المفسده، درء المفسده انا اسف مقدم على جلب المنفعه، فان مفاسد ذلك الان قد ظهرت فانها تلغي الحكم الاول بتاع الفقهاء ويصبح المفسده حرام. ده استدلال انا شايفه يعني مش شايفه على الحق، رغم النتيجه عظيمه. انا حرام شرع لعله يؤثر في 10% حتى، انت خلاص مليت الوعي العام بالكلام انه حتى لو قالوا لي حرام لا هو حلال لسه هنعاني ان ده يتغير، هيتغير بس مش دلوقتي. لكن الحمد لله ان دار الافتاء كتب كده، لكن الاساسات اختلاف رهيب بين النتيجه اللي هي ان انا وصلتها لكم انه جواز حرام واغتصاب، واحده لا تعي ما يحدث لها في الطفوله، يعني ايه جواز اصلا؟ يعني ايه جنس؟ وهو قال حرام، بس الفرق في الاستدلالات خطير ومخيف. هشرح ده بس اطلع فاصل ده وارجع. رجعنا. بص، استدلال دار الافتاء وده خروجنا من مساله الاجماع، فانا بديكوا هنا عملي برضو. مش عايز يا راجل، حتى مش هقولك يعني يخطئ يا عمي، يلوم ينقد الاوائل ابدا ما بيغلطوش، فهو بيقر ان استدلالهم كان صح. ركزوا ان هي الايه بتقول واللائي لم يحضن اهي، وده معناه جواز الصغيره قبل الحيض، لكن كان ساعتها يجر مصلحه اكثر من المفسده فكان ساعتها حلال. فهم دلوقتي بيقولوا ان الجل درء المفسده الان الامراض وواتيفر هم كتبوا ايه مقدم على جلب المصالح اللي هي الجواز وبناء الاسره والحبه دول، فبيقول لك يبقى حرام. طبعا هذا كلام غير صحيح. النتيجه النهائيه انه حرام، احنا نوافق على ذلك وانا استدل، بس الفرق بقى ان انا او حتى اي مشروع غيري لما انا جيت قدمت لكم الحلقات قلت لكم الادله القاطعه المقطوع بها في نظري اللي تؤكد ان فهم الأوائل من الأصل للآية كان فهما رحمهم الله خاطئا وربنا يقدس روحهم قاصرا عن يعني استيضاح واستقراء القرآن بطوله، لأن هنلاقي فيه زي ما أنا قلت أيامها حتى إذا بلغوا النكاح وهنلاقي فإن آنستم منهم رشدا، يبقى في سن للجسد وفي سن للعقل، بعدها هو قال ادفعوا إليهم أموالهم، يبقى استطاعة إدارة الأموال قرينة لاستطاعة إدارة البيت، ساعتها اسمه جواز في الإسلام. لكن وقلت لكم الأحاديث وتستأمر وبقى لك من غير أمرها، يا باشا الحديث بيقول كذا، يعني مخالفة نصوص، زائد إنه الجواز إجابة وقبول. قلت لكم ساعتها العقود رضائية في الإسلام، فين رضاها وهي عندها 6 سنين؟ ده اغتصاب، ده لم ترضى، ده ما تعرفش إيه اللي بيحصل. ده الاستدلال اللي أنا أرى في ظني إنه صحيح. فيه جزء غير تقديم الجديد، فيه جزء اللي يجب أن نصارح به أنفسنا، كفاية بقى أن الأوائل أجمعوا، يا ريت رأي واحد، وأنا جبت لكم الإجماع ساعتها وكلام ابن عبد البر، أجمعوا على رأي خاطئ كان فهمهم خاطئ 100% كبشر رحمهم الله وأجل قدرهم وأعظم منزلتهم يوم القيامة، خلاص كده بس أخطأوا. لكن دار الافتاء بتجيب لك النتيجه انه حرام وشكرا لها، بس اصل كانت ساعتها فيه مصالح ومفاسد، بس فهمهم للايه سليم. لا يا فندم، فهمهم للايه من اول يوم خاطئ وقاصر. وانا قلت لكم مره، لان دي حقوق ناس راحت 14 قرن من اغتصاب الصغيرات وما زال، فاللي اقر الاراء دي كلها في يوم حساب. ايوه، ومحدش كبير على الحساب انت يعني. ها، والرسول قال من سن سنة حسنة في الإسلام كان له أجرها وأجر من عمل بها. خلي بالك دي كارثة. وبص بقى التانية، ومن سن سنة سيئة في الإسلام، ركز، سنة سيئة
في الإسلام وانت افهم بقى، كان عليه وزرها ووزر من عمل بها. فتخيل من فعلت فيه، وش وفهم انت الباقي. ففي يوم حساب، كله هيقف ويقول له ازاي قلتوا كده. فمشيت الاراء بعد كده، ده الدين، والدين فعلا براء مش كلام، لا علاقة للإسلام بزواج الصغيرات، الإسلام اللي احنا نعرفه اللي انا شرحته في الحلقات ده. مثل واضح يا أصدقائي ليه لازم ننقد القديم أولا بصراحة وبوضوح، اتنين لازم نقدم نقول والله اجمعهم، مش هقولك يخصهم، هو ما يخصش الإسلام خالص، إنما نقول يخصهم ويخص زمانهم، هم كانوا بيوافقوا على كده هم وأهليهم وناسهم، ربنا معاهم. أما احنا اليوم نقول بقى أنه حرام وغلط وجريمة وسجن وقتل إعدام، والله اللي يسلم بنته الواحد عندها 7-8 سنين بل 14-15 إعدام في نظري، لأن هو أعدمها خلاص. ده الدليل إن إحنا بنقدم علم يا فندم. التيار الإصلاحي مش بيهز الدنيا ويسيبها ويمشي وقصته شوية كلام، أنا ماليش دعوة باللي بيطلعوا يقولوا كلام أهبل، أنا ماليش دعوة، أنا بكلمكم 1-2-3-4 علم، وأي حد من الطرف التاني بيجي يناظرنا ما بيعرفش يروح فين. فلما اقدم لك بقى علم يا سيدي خده، عجبك اعمل بيه، ما عجبكش اسمع كلام التانيين، انا منتهى الحريه، انا راجل ديمقراطي. عارفين قصه احمد لطفي السيد بتاعت زمان؟ قصه لطيفه كده، سقط في انتخابات احمد لطفي السيد، ده حاجه عظيمه عظيمه، كان بيسموه افلاطون الادب العربي. سقط في انتخابات سنه 1913 عشان قالوا عليه ديمقراطي، اللي هي تساوي دلوقتي كلمه علماني، اللي هي ايه ده اعوذ بالله ديمقراطي. فسقطوه في الانتخابات، القريه بتاعته في السنبلاوين سقطوه في الانتخابات قدام حد ما يسواش، عشان ده ديمقراطي، فاهم؟ فيعني المهم، فانا بقى راجل ديمقراطي، انا بقبل ان حضرتك لو مش عايز كلامي اسمع كلام القدام، خليك معاهم زي الفل، بس استحمل يعني نتائجه، استحمله، والشكوك اللي جواك وجوه مجتمع كله استحملها بقى، انا بحلها لك خلاص. فاحنا بقى بنقدم ايه يا فندم؟ علم، الذي هذا هو علم، والله العظيم علم. ده يعني له علاقة كبيرة بالأصوات، حتى القدامة كان ليهم أصوات على فكرة معترضة على ما يقال، لكن ما تذكرتش، بل إن حتى بره أصوات الفقهاء اللي هو يقول لك رأي شاذ، كان في جماعات أخرى غير الفقهاء ممكن أن يقدم بها الإسلام. ودايما أنا بقول الحكاية دي، التصوف كان يجب أن يقدم به الإسلام للعالم، ها؟ بعضهم فهم كلامي غلط، اللي هم يعني رؤساء الطرق الصوفيه هنا، وقعد يقول الاسلام بيقول موت التراث الصوفي. يا عم انتوا ما تسمعوا الكلام الاول بعدين بنقده. المهم يعني المتصوفه كان ليهم وجهات نظر عظيمه في المسائل دي، لكن لم تنقل اليكم، لان هو اصلا اتكفر، قال لك ده كفار. وكان الجنيد راجل لطيف قوي، صوفي عظيم كده، كان يقول لبتوع الحديث، اهل الحديث اللي هم شايفين نفسهم يعني ما حصلوش من النازلين من فوق، وانا قلت لكم ده من اسبوعين لما هم بيفسروا الايه بيقولوا انما هم اهل الحديث. فكان البنيدي بيقول كلمه لطيفه جدا لبتوع الحديث، يعني تفيدكم برضو، كان بيقول يا اهل الحديث اعملوا بخمس احاديث ممن تحفظونها من كل 200، يعني بيقولوا من كل 200 حديث حافظينه عن 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 وعمال تقوله، بس يا فندم اعمل بخمسه منهم في حياتك، في اخلاقك، في طريقتك. معرفش ليه هو قال كده، احتمال بقى هو شاف حاجه تانية ملناش دعوه. المهم كان بيقول لهم يا جماعه العمل بالخمسه اولى من حفظ ال 200، فبطل بقى اللي هي عنعنات وحافظ لي 100,000 سند وتبقى انت بطل العالم في الاسانيد، مش حاجه كبيره يعني مش حاجه فظيعه. المهم تنقد النصوص كانت وتقول ده يصح عن رسول الله وده لا يصح، وده يوافق ما علمناه في القران وده لا يوافق، وده يوافق ما علمناه عن النبي محمد وده لا يوافق، لكن ما حدش عمل كده خالص على الإطلاق. المهم فده له علاقة باللي قلته امبارح، هذا هو الثابت الأول اللي لازم تطلع بيه من كل نتائج. نحن لا ننقد الإجماع لغلاسة أو لضرب الثوابت، لوضع أسس عقلانية لهذا الإجماع وأن لا يكون مقدسا، ونحن أن يقدم التيار المقابل علما عشان ما يسيبناش في الهوى اللي احنا بنعمله دلوقتي، وأن يكون كل كلامنا احنا وهم وكل الناس ما دون رسول الله ليس مقدسا، بل هو ظن فقط، ظني الذي
أقر أنه يقترب من الحقيقة في نظري أو في الأدلة العقلية اللي بقدمها لك. نوصل بقى الأدلة العقلية عشان ده هيأهمنا اللي هقوله بكرة. يا فندم في أصول للحاجات. أنتوا عارفين أنا جاوبت مرة زمان على الكلام إيه؟ خلينا نوصف وصف الكلام المدلس المنافق المزور والمزور اللي يقول لك إيه؟ عقل مين اللي يتقاس بيه؟ عقل الحارس ولا عقل المزارع ولا عقل العالم ولا عقل الراجل بتاع الفيزياء؟ العقل ده نسبي ولذلك لا يجب الارتكان للعقل اللي مش عارف ايه اي حاجه. وروح حاطط لك دي انا قلتها من شهرين برضو، قال لك ان سيدنا علي لو كان الدين بالعقل لكان باطن الخف اولى بالغسل من او بالمسح من ظاهره. باطن الخف كانوا بيلبسوا حاجه اسمها خف، لا هي جزمه لا هي حذاء يعني ولا هو شبشب، حاجه كده زي دلوقتي عند اصدقائنا في الفلاحين البلغه. خلاص؟ فكان مثلا هو جاي في الطين، ما هو مفيش اسفلت بقى زمان، فالطين مغطي بتاع كله، فداخل المسجد، فالرسول امرهم انهم يعمل وش الخف مش ظهره اللي فيه، مش بطنه اللي فيه الطين. طيب يا فندم ده امر توقيفي في العباده، لكن مش معناه ان الدين كله بره العباده بالعقل، لان العباده توقيفيه. ليه يا رسول الله بنصلي المغرب ثلاثه بس مش اربعه زي العشاء؟ ما تسالش، ربنا عايز ثلاثه يا عم، انت مالك؟ ليه الصلاه دي جهريه ودي سريه؟ مالكش دعوه في كده العبادات، وهي العبادات التوقيفية 2% من الإسلام، الباقي كله فندم بعقلي، لأن ربنا في القرآن بيخاطب عقلي، وإلا كان نزل نفس الرسالة على مجموعة كبيرة من هم ليسوا بشرا من الحيوانات اللطيفة، ينزل لهم بقى ديانات طالما هي بالأمر. لا يا فندم بعقلي. فسيدنا علي الكلمة أخذت في معنى منافق ومدلس، إنه بيلغي العقل. لا يا فندم، هو بيقول لك الرسول أمرنا إن نشيل الطين من فوق مش من تحت، رغم إن تحت هو اللي ماسك في الطين. خلاص، ده أمر عبادي، لأنه داخل يتوضى ويصلي، لكنه مش معنى كده أنا يتقال لي خيالات وما صدقها. ثم القياس الثاني بقى أو اللعبة فين؟ طب ده الرسول، حتى لو قال حاجة فيها أي بالنسبة لي لخبطة، حاضر سلمت بس أتأكد إن هو قال، ها؟ سلمت وأمنت وفوق راسي، بس أنتوا مش الرسول، فما تقوليش حاجة ضد عقلي وتقول لي صدقها عشان الخوف. خوف مين؟ فانت ما تقوليش، ما اسمعوش بقى الرد ده، لان هو ما فيش غيره بيقولوه معروفين هم مين. لا، الدين بالعقل، الدين بالعقل، وده اللي خلى ابو العلاء المعري زمان يقول لك اثنان اهل الدنيا ذوي دين بلا عقل واخر دين لا عقل له، ذو عقل بلا دين واخر دين لا عقل له. يعني ابو العلاء المعري ما قدرش يشوف واحد متدين وعاقل. عايزين بقى نعمل الحكايه دي عشان هم عملوا فينا كده 13 قرن. ايوه حصل، فأخيرا ممكن نلاقي بقى واحد متدين وعاقل، أو إن الدين نفسه نحوله بآرائنا لدين عقلاني يوافق حياتنا وأفكارنا وفطرتنا وتصوراتنا. إنما هذا القديم ربنا يرحمه رحمة واسعة، يعني أنتوا شايفين الوضع، يعني مش هتكلم كتير، أنتوا شايفين من كل اتجاهات الحمد لله. فما نقوله اليوم يعني هو ريبليس بيسموه ايه، وضع جديد عقلاني وعلمي مكان القديم اذا لم يصح عندنا القديم، وهو ما يصحش كتير، لانه يا سيدي ابن زمانه، عديها انا هسكت، ابن زمانه، وما فيش حاجه اسمها اجماع ليوم القيامه اجماع الامه، لا هي الامه طلعوا اربعه بس ولا الحديث صحيح ولا اصلا الجدليه المنطقيه بتاعت لا تجتمع امتي على ضلاله مش صحيح. خلاص، ده الثابت اللي عايزين نبني عليه. فمسألة الثوابت المنطقية اللي كنت بقول لكم دي هتأهلنا لبكرة، ضروري تفهموها. العقل يحكم به في الإسلام، ولما أقول لك ده مش عقلاني مش فطري، لا يعقل على رسول الله أنه يكون قال كذا، لا يعقل أنه يكون أمر بزواج الصغيرات، لا يعقل أن الإنسان يدخل بحريته، في كده لا يعقل، من غير بقى ما تبقى عارف علم حديث ولا مصطلح ولا تفسير، في حاجة اسمها يا فندم فطرتي وعقلي تأبى ذلك، لا يعقل، إنما الدين بالعقل، الدين بالعقل. المهم نكمل بقى تالت حاجة بكرة، عشان دي بقى فيها تلاعبات كتيرة جدا، هي ثابتة بس هم عايزين برضو إيه يميعوها. الحلول التي نقدمها اليوم بديل عن مسألة الإجماع القديم، وألا يكون قيدا علينا يمنعنا عن النص نفسه. نكمل بكرة، أشوفكم بكرة.